طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أخبار المنتصف من يمن شباب وتتابعون فيه. رئيس الجمهورية تلقى تهان بذكرى الوحدة اليمنية، والملك المغربي يجدد دعمه للشرعية. الرئيس الأمريكي يصل الرياض في أول زيارة خارجية له، والملف اليمني يشكل محورا أساسيا. وفي النشرة أيضا، التحالف يعترض صاروخا باليستيا فوق الرياض ويدمر مخزنا للصواريخ في محافظة صعدة. أهلا بكم. إذن تلقى رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي تهان من السعودية ودول عربية وأجنبية بمناسبة العيد 27 لإعلان الوحدة بين شطري اليمن. وتأتي الذكرى السنوية لقيام الوحدة في 22 من مايو من العام 1990 في وقت تشهد فيه البلاد أزمة في الجنوب، على خلفية تشكيل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي. قيادة سعودية في مقدمتها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قاموا بإرسال برقيات تهان إلى الرئيس هادي بمناسبة العيد 22 من مايو المجيد. كما جدد الملك المغربي محمد السادس من جهته في برقيات تهنئة لهادي بالمناسبة، تضامن بلاده التام مع اليمن ومساندتها لحكومته الشرعية ودعمها للجهود التي تبذلها من أجل التوصل إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يحفظ لليمن وحدته واستقراره ويمكن من رفع معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته. وثمن حاكم أستراليا أيضا سير بيتر كاسوغروف في برقية تهنئة مماثلة العمل المشترك مع اليمن في رابطة المحيط الهندي ومشاركته عمليات القوات البحرية المشتركة قبالة الساحل اليمني، مؤكدا التزام بلاده في المحافظة على السلم والأمن في المنطقة. اختتم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر زيارته الرسمية لألمانيا التي وصفت بالناجحة. استغرقت عدة أيام بحث خلالها جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين الذي يمتد عمره إلى عقود طويلة. هذا وقد ترأس رئيس الوزراء جلسات المباحثات الرسمية واللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الألمان، وفي طليعتهم نائب المستشار الألمانية وزير الخارجية زيغمان جابرييل ومستشار المستشارة ميركل كريستوف هوسكن. وكان بن دغر طالب ألمانيا بالإسهام في إزالة أسباب الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، متهما إيران بتغذية تلك الحرب عبر تهريبها الصواريخ الباليستية إلى الميليشيات. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماعه مع رئيسة لجنة التنمية والتعاون الدولي في البرلمان الألماني داغمار جوجل وعدد من أعضاء البرلمان والأحزاب الألمانية إلى أن ألمانيا دولة مؤثرة ومهمة، ونعول عليها في الإسهام بإزالة أسباب الحرب في اليمن التي تغذيها إيران. كما أشار بن دغر إلى أن الميليشيا الإنقلابية تستغل وقوف العمليات العسكرية في ترتيب صفوفها لمواصلة الحرب، في حين أن الحكومة التزمت بوقف إطلاق النار أكثر من 10 مرات بإشراف الأمم المتحدة. من جهتها، أعربت المسؤولة الألمانية عن ترحيبها بزيارة رئيس الوزراء إلى ألمانيا بهدف تحقيق السلام الذي ينشده الشعب اليمني في استعادة الدولة. وقالت رئيسة لجنة التنمية والتعاون الدولي في البرلمان الألماني داغمار جوجل بأن بلادها مستعدة لدعم الحل السياسي في اليمن وتقديم مزيد من الدعم الإنساني والإغاثي لليمن.
كشف مصدر يمني أن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي في صدد تقديم مبادرة جديدة لتحريك العملية التفاوضية في اليمن بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد، وترتكز المبادرة على أن انسحاب الميليشيا والمخلوع من مدينة وميناء الحديدة، على أن تتولى مهام الأمن في المدينة والميناء قوات يمنية لم تشترك في الحرب، بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية وفقا لما نقلته صحيفة القدس العربي عن المصدر. من جهته أكد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أكد أن استعادة ميناء الحديدة حق طبيعي وشرعي، لأن الميليشيا تستخدمه لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية، مشيرا إلى أنها ترحب بأي خطوة تصب في طريق السلام وفقا للمرجعية الثلاث. وقال المخلافي أن السلام في اليمن سيتحقق عندما تتوقف طهران عن تدخلاتها ويلتزم الانقلابيون بالسلام وفقا للمرجعيات. كشف السفير البريطاني لدى اليمن سايمون شريكليف عن مساع له لاحتواء الأزمة التي خلفها تشكيل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة محافظ عدن السابق عيدروس زبيدي. وأشار السفير في تغريدة له على موقعه في تويتر إلى قيامه بزيارة سريعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع تصاعد قلق حكومته بشأن الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن. وذكرت مصادر إعلامية أن زيارة السفير البريطاني إلى أبوظبي تزامن مع زيارة مماثلة يقوم بها القياديين في المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك إلى العاصمة الإماراتية قادمين من الرياض، متوقعة حدوث لقاء لهما مع السفير شيركليف. وللوقوف حول هذا الموضوع ينضم معنا السيد عبد الرقيب الهدياني الصحفي والمحلل السياسي المعروف. تحية لك عبد الرقيب. اهلا وسهلا. تحيه لك سيدي. اذا بدايه، يعني ما طبيعه تحرك السفير البريطاني وذهابه الى الامارات؟ يعني كيف تقرا هذا الاهتمام البريطاني بما حصل من ربما مجلس انقلابي في الجنوب؟ جميعنا يعلم علاقه بريطانيا بالجنوب وفي عدن بالذات بحكم خبرتها عندما أقامت في عدن على مدى قرن ونصف، بالتالي تأتي هذه التحركات من معلومات ومعرفة وإدراك لطبيعة الواقع هنا في عدن وفي الجنوب. المعلومات التي لدينا أن القياديين في الحراك المحافظ المقال عيدروس الزبيدي والوزير المحل التحقيق هاني بن بريك عندما كان في الرياض جرى الجلوس مع مسؤولين واوضحوا لهما بشكل واضح خطوره هذه الخطوه بتشكيل المجلس ما يسمى بالمجلس الانتقالي، وتم الاتفاق على الخطوط العريضه. القياديان اكدا ان لديهما بعض الترتيبات او بعض التفاصيل بخصوص ان هناك شعبيه موجوده ولا بد من اخراج الموضوع امام الجماهير. ارتباطهم كذلك، ارتباط خطوتهم واعلانها بدعم وبرعايه من قبل الامارات العربيه المتحده. نعم. وانتقالهما الى ابو ظبي وذهاب السفير البريطاني الى هناك هو للجلوس مع الجهه الداعمه، مع الجهه الصحيحه التي تقف خلف هذه الخطوه. السعوديه لا تريد في الوقت الحالي، لا تريد مشاكل في عدن، لا تريد فتح ملفات جديده في الجنوب. عينها وتركيزها واهتمامها منصب على الملف في الشمال على الانقلابيين الحوثيين، وبالتالي ياتي تحرك السفير البريطاني بتوافق وبتنسيق مع المملكه العربيه السعوديه لاحتواء هذه الخطوه. يعني كما ذكرت سيد عبد الرقيب، يعني القياديين الجنوبيين كانا في الرياض، يعني هل يعني تحركات السفير اتت ربما لفشل هذا اللقاء اللي جمع هاني بن بريك والزبيدي في الرياض، واتى ربما لكي يضغط اكثر بحيث انه يعني يكون هناك ربما يعني تدخل ناجع يردع القياديين عن هذا المجلس الانقلابي في عدن؟ لا يوجد فشل، لا يوجد فشل من خلال جلوسهما في الرياض ولقائهما بالمسؤولين. تحدثت مصادر في الحكومة اليمنية
عن اتفاق على حل المجلس، وتحدثت بذلك الصحافة السعودية صحيفة عكاظ، الذهاب إلى أبو ظبي، تحرك السفير إلى أبو ظبي هو لمزيد لمناقشة بعض التفاصيل التي تطلع عليها أبو ظبي وهي المشرفة على الملف في عدن، والتي دعمت الخطوة وشجعت القياديين اللذين كان هما أداتها في السيطرة على عدن. نعم، إذا كما ذكرت ربما مزيد أيضا من الضغط على ربما لكي يثنيهم عن هذا المجلس الانتقالي. طب كيف تقرأ موقف الإمارات سيد عبد الرقيب؟ وأنت ذكرت أنه في بداية كلامك أنه هناك ربما دعم إماراتي لهذا المجلس الانقلابي الذي حدث في عدن. الإمارات يعني ظهرت ببعض الخلافات، بعض التصرفات الغير مفهومة في عدن، خلافات مع الرئيس عبد الرب منصور هادي كما حصل في المطار، من خلال تشكيل المجلس الانتقالي دف أدواتها في عدن ممثلة بعيدروس الزبيدي وهاني بن بريك لإحداث إرباك في المشهد. الإمارات لديها خلافات مع الرئيس عبد الرب منصور هادي، مع الحكومة اليمنية حول بعض التفاصيل أو بعض المشاكل في عدن في سقط في جزيرة ميون، وتحاول ان تستخدم هؤلاء كاوراق يعني اوراق في اطار ضغطها على الرئيس عبد الرب منصور هادي، لكن تدخل المملكه مؤخرا كان حاسما. اليوم وصلت قوات عسكريه سودانيه الى المثلى. الان السعوديه، المملكه العربيه السعوديه هي الان بدات في السيطره على زمام الامور مباشره بعيدا عن اي ادوات اخرى، لن تسمح بإرباك المشهد في المناطق المحررة، لن تسمح بإظهار توتر ونسوءات وكيانات أخرى في عدن، وبالتالي السعودية يبدو أنها قد وضعت اللمسات وحسمت أمرها، وتأتي في سفر جهود السفير البريطاني لإتمام هذه الصفقة، لإتمام هذه الجهود لإقناع أبو ظبي وأدواتها بالكف عن هذه التصرفات التي لا تخدم عدن، لا تخدم القضية الجنوبية، لا تخدم معركة التحالف في اليمن، ولا جهود الأشقاء في دول التحالف لاكتساب الأوضاع وإعادة الشرعية إلى كامل التراب الوطني. نعم، يعني أنت تقرأ سيد عبد الرقيب أنه لم يكن يعني لا يكون هناك ربما تمادي من قبل المجلس الانتقالي أو الانتقال الذي حدث في الجنوب من قبل يعني أبو ظبي أو الإمارات، سوف يكون هناك ربما يعني تعاون بحيث أنه لا يكون هناك دعم كامل للإمارات لهذا المجلس الانتقالي، كما ذكرت ربما السفير البريطاني يسعى لذلك. لم يكن عيدروس الزبيدي ولا هاني بن بريك ان يتحركا وان يعلنا هذه الخطوه وان يحشدا في ساحه العروض بعدن لولا الضوء الاخضر الاماراتي الذي وقف باعلانه وضد قرارات الرئيس عبد الرب منصور هادي علنا عندما ازاحهما من القياده في عدن. وبالتالي الجلوس اليوم يعني دعني احكي هكذا ان تحرك السفير البريطاني الى ابو ظبي، هل هذا الضغط البريطاني على الامارات سيثمر باعتقادك يعني؟ بكل تاكيد لا زالت الامارات والسعوديه يؤكدان انهما يعملان كفريق واحد، لا يمكن ان يختلفا في اطار جهودهما في اليمن، والا لفشل التحالف. لا يمكن ان يختلفا، وانما بعض وجهات النظر. سيسهم السفير البريطاني بمزيد من توضيحها مع الجانب الاماراتي. التحرك الى الامارات هو للجلوس مع الجهه المعنيه التي تقف خلف هذه الورقه وهي ورقه المجلس الانتقالي هنا في عدن. نعم، انا اشكرك شكرا جزيلا السيد الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، شكرا جزيلا لك. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير من الشهر الماضي. وتقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقبلي ترامب في مطار الملك خالد الدولي في الرياض. هذا وسيعقد الملك سلمان وترامب قمة سعودية أمريكية ترتكز على تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية بين البلدين وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وتستضيف المملكة اليوم وغدا قمة تشاورية خليجية وثلاث قمم ستجمع ترامب مع العاهل السعودي وقادة دول الخليج وزعماء دول عربية وإسلامية. هذا وتفرض أزمات الشرق الأوسط وملفاته الساخنة نفسها على جدول أعمال القمم الثلاث التي تستضيفها الرياض يومي السبت والأحد بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أولى زياراته الخارجية والتي اختار السعودية بداية لها. وتحتل إيران بتهديدها لأمن المنطقة عبر أذرعها الممتدة حيزا هاما على جدول أعمال القمم الثلاث باعتبارها المعرقل الرئيس لإيجاد حلول في سوريا واليمن والعراق. أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثي وصالح بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت عند الساعة 8:45 من مساء الجمعة صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية فوق منطقة غير مأهولة بالسكان شمال محافظة الرين في السعودية، وقد تم اعتراض الصاروخ وتدميره بدون أي أضرار. كما دمرت طائرة التحالف العربي موقعا أطلقت منه ميليشيا الحوثي والمخلوع صاروخا باليستيا باتجاه منطقة غير مأهولة جنوب الرياض شمال محافظة الرين. وأشار مصدر في التحالف إلى أن الصاروخ أطلق من عربة كانت مخفية داخل كهف قرب مديرية مجز في صعدة، مبينا أنه تم تدمير الكهف الذي ضم مخزنا للصواريخ والذخيرة بعد عملية رصد للموقع. تواصل إيران وعبر وكلائها في اليمن الحوثيين وصالح تهديد أمن أرض الحرمين والإمعان في استعراض قدرتها على تهديد الأمن الدولي عبر المزيد من الصواريخ الباليستية، وهي حماقات قد يرتد أثرها عكسيا على طهران وأدواتها. عشية وصول الرئيس الأمريكي إلى العاصمة السعودية الرياض كانت حماقة حوثية إيرانية قد انطلقت في شكل صاروخ باليستي من سلسلة بركان الإيرانية قبل أن تعترضه القوة الصاروخية الدفاعية للتحالف العربي في الرين وهي تتبع منطقة الرياض. الحماقة الحوثية أثارت تساؤلات وعلامات استفهام حول التوقيت الذي يأتي قبل وصول ترامب بساعات إلى الرياض، وهل كانت مجرد حماقة حوثية أم رسالة تريد إيصالها إيران للولايات المتحدة الأمريكية مفادها أن القرار تملكه طهران والحركة الحوثية ليست سوى أداة. وتستخدم إيران وكلاءها الحوثيين وصالح في تهديد أمن أرض الحرمين، كما تعتبر الحركة الحوثية امتدادا للثورة الخمينية وذراعها للتوسع في الجزيرة العربية، فهي من أجل ذلك تمد الحوثيين بالسلاح وتزودهم بالصواريخ الباليستية وفقا لاتهامات الحكومة الشرعية اليمنية والتحالف العربي. وهذه هي المرة الثانية التي تعلن جماعة الحوثيين استهداف منطقة الرياض بصواريخ باليستية، لكنها المرة الأولى التي تؤكدها قيادة التحالف العربي. عملية إطلاق الصاروخ الباليستي يؤكد مراقبون أنها ستعزز من موقف السعودية والتحالف العربي الداعم للشرعية باتجاه ضرورة عدم التهاون مع استمرار سيطرة وكلاء إيران الحوثيين وصالح على العاصمة صنعاء والحديدة وجميع المحافظات، وما يمثل ذلك من خطر وتهديد حقيقيين لأمن واستقرار ووجود الخليج والسعودية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش الوطني يستعيد مواقع جديدة في تعز والبيضاء ومصرع قيادة حوثية في الضالع وحجة. والجوف تسجل أولى حالة وفاة متأثرة بالكوليرا وأكثر من 100 حالة إصابة. بإمكانكم متابعة قناة يمن شباب على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما يمكنكم التفاعل مع برامج القناة عبر صفحاتها في فيسبوك وتويتر. تمتعوا بمشاهدة أجمل البرامج من إنتاجات القناة وأقوى الإنتاجات العربية على قناة يوتيوب يمن شباب.
أهلا بكم من جديد. ميدانيا حقق الجيش الوطني في محافظة تعز تقدما كبيرا من خلال استعادته مواقع جديدة غرب تعز. وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني هاجم مواقع الميليشيا بالكدحة وتمكن من استعادة درخاف وقريتي هوب الرعي والقطنة ومدرسة خالد غرب المدينة وتدمير مدرعة بي ام بي وإعطاب دورية ومقتل 12 حوثيا وأسري 6 آخرين. كما تمكنت المقاومة الشعبية من تحرير مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح في مديرية ذي ناع في محافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية أن المقاومة تمكنت من تحرير مواقع كعواش والمغشي والعادية في مديرية ذي ناع بالكامل بعد اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة سقط على إثرها عدد من مسلحي الميليشيات المتمركزين في المواقع بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار. لقي 12 من ميليشيا الحوثي وصالح بينهم قياديان مصرعهم خلال محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش الوطني في الجهة الغربية لمريس في محافظة الضالع. وأكد مصدر محلي مصرع نحو 12 من الميليشيا بينهم 2 من المشرفين الأمنيين خلال محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش في وادي الرحبة وأطراف من منطقة جيحة غرب مريس. وتشهد مريس مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني مسنودا من المقاومة الشعبية من جهة وبين الميليشيا الإنقلابية من جهة أخرى، حقق فيها أبطال الجيش انتصارات كبيرة وخسائر فادحة تلقتها الميليشيا على كافة المستويات. قتل رئيس ما تسمى باللجنة الثورية للحوثيين في مديرية المحابشة بغارة للطيران في محافظة حجة. وبحسب مصادر محلية فإن خالد هبة رئيس اللجنة الثورية للحوثيين في المحابشة لقي مصرعه بغارة للتحالف في مثلث عاهم وهو في طريقه إلى زيارة جبهة حرض ضمن مجموعة من قيادات وإعلاميين تابعين للميليشيات. وتشهد جبهتا حرض وميدي والمناطق الحدودية والطرق المؤدية إليها تزايد العمليات العسكرية مؤخرا من قبل طائرات التحالف تزامنا مع التحضيرات لمعركة تحرير الساحل الغربي والحديدة. تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في نهم شرق صنعاء. وذكر مصدر عسكري أن مواجهات نشبت بين الجانبين في مناطق المجاوحة وبني فرج امتدادا إلى المرطى في مسيرة نهم، وتم فيها استخدام مختلف الأسلحة. وأشار المصدر إلى أن الميليشيات تكبدت في تلك الاشتباكات خسائر فادحة. لقي عدد من الميليشيات الإنقلابية مصرعهم في مديرية المصلوب في محافظة الجوف. وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش استهدفت دورية للإنقلابيين في جبهة السلان في مديرية المصلوب، ما أسفرت عن تدميرها ومصرع من كانوا على متنها. عاودت مقاتلات التحالف العربي بشن غاراتها الجوية على مواقع عسكرية تسيطر عليها الميليشيا الإنقلابية في العاصمة صنعاء. وشنت الطائرات غارة على مخازن الأسلحة في منطقة فج عطان غربي العاصمة صنعاء. وكانت مقاتلات التحالف استهدفت عصر اليوم موقعا عسكريا تسيطر عليه الميليشيا الإنقلابية في منطقة الكسارة في مديرية همدان شمالي غرب العاصمة صنعاء. طلب حزب الإصلاح في محافظة أبين الحكومة بالتدخل العاجل لمعالجة وضع الكهرباء في المحافظة وإنقاذ حياة السكان من الأزمة الخانقة بسبب موجة الحر الشديدة وتخفيف معاناتهم المؤلمة جراء توقف الكهرباء منذ 10 أيام. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده المكتب التنفيذي للحزب في مقره في مدينة زنجبار برئاسة رئيس المكتب علي خضر ناصر مجمل، خصصه لمناقشة آخر المستجدات على الساحة في المحافظة. ودعا الاجتماع وزارة الصحة إلى التدخل العاجل لإنقاذ أرواح المواطنين من وباء الكوليرا في المحافظة، مناشدا المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية للمساهمة في رفع معاناة السكان جراء موجة الحر ووباء الكوليرا. أفادت مصادر مقربة من أسرة الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي بأن حالته الصحية تدهورت مؤخرا داخل السجن منذ أن صدر بحقه حكم الإعدام الشهر الماضي. وناشدت الأسرة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل السريع لإنقاذ
نفذ العشرات في محافظة تعز وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف المرتبات المتوقفة منذ 9 أشهر، وردد المحتجون هتافات وشعارات تدعو رئيس الجمهورية وحكومته الشرعية إلى تحمل مسؤوليتهما والقيام بواجبهما تجاه الموظفين وتقدير المعاناة التي يعيشونها بدون مرتباتهم في ظل الحرب والحصار وغلاء المعيشة وارتفاع في الأسعار. أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية باليمن نيفيو زاكاريا عن أن مرض الكوليرا يتفشى بسرعة لم يسبق لها مثيل في عدة محافظات، وأشار إلى أن عدد الحالات المصابة بلغ أكثر من 23,000 حالة، أما عدد الوفيات فبلغ 242 حالة في 18 محافظة منذ أبريل الماضي. توقعت المنظمة ازدياد الإصابات بالكوليرا إلى 200,000 خلال 6 أشهر المقبلة. هذا وأطلقت المراكز الصحية في مديرية شرع بالرونة في محافظة تعز نداء استغاثة للحكومة ودول التحالف العربي للتدخل العاجل لإنقاذ المديرية من جائحة وباء الكوليرا. وقال مصدر طبي أنه تم رصد 8 حالات وفاة بالمرض فيما ارتفعت عدد الحالات المصابة إلى 70 حالة، مشيرة إلى تدهور كافة الخدمات الصحية في مركز المديرية. وتعتبر الكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وقادرة على أن تودي بحياة المصاب بها في غضون ساعات إن تركت من دون علاج بحسب منظمة الصحة العالمية. أفاد مدير مكتب الصحة في محافظة الجوف بأن المكتب سجل أول حالة وفاة في مستشفى الجوف متأثرة بالكوليرا. وقال الدكتور مياز اليوسف ليمن شباب أن امرأة تبلغ من العمر 45 عاما وافتها المنية متأثرة بمرض الكوليرا، وأن عدد الحالات المصابة تجاوز 100. وأشار مدير صحة الجوف إلى أن فرق الترصد الميدانية تواصل عملها في القرى والمديريات والإبلاغ عن أي حالة مشتبه بإصابتها وإيصالها إلى المستشفى بشكل فوري، مضيفا إلى أن هناك حالات في المناطق البعيدة لا تستطيع الفرق الميدانية الوصول إليها. انتهت أولى عمليات صيانة شاملة للبوابة الهيدروليكية للقناة الرئيسة لبحيرة سد مأرب، والتي تجرى لأول مرة منذ 30 عاما. وقامت السلطة المحلية بفتح بوابة القناة الرئيسة للسد بحوالي 50 سنتيمترات وبقوة ضخ 18 مترا مكعبا في الثانية لري المساحات الزراعية وتغذية المياه الجوفية للآبار من مياه السد التي تتجمع من سيول الأمطار. وبلغت آخر قراءة لها 135 مليون متر مكعب من أصل 400 مليون متر مكعب إجمالي السعة التخزينية للسد. ها هي اليوم القناة بعد فترة طويلة من عدم الصيانة، ها هي اليوم تعود مرة أخرى لتروي مزارع الأخوة المواطنين في مديرية المدينة ومديرية الوادي مناطق زراعية. أيضا أنا أشكر الأخوة قائد اللواء وأفراده الذين ضحوا بدمائهم على هذا المنجز العظيم، وأيضا أشكر الأخوة المهندسين وأشكر مدراء المديريات من سبق وأن عملوا تنسيق، وأتمنى أن يتم التنسيق والري للأخوة المزارعين حتى يتم استفادة القصوى من المياه التي نهاية أخبار المنتصف تابعتم فيه. رئيس الجمهورية تلقى تهان بذكرى الوحدة اليمنية، والملك المغربي يجدد دعمه للشرعية. الرئيس الأمريكي يصل الرياض في أول زيارة خارجية له، والملف اليمني يشكل محورا أساسيا. كما تابعتم أيضا، التحالف يعترض صاروخا فلسطينيا فوق الرياض ويدمر مخزنا للصواريخ في محافظة صعدة. نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.